يشتكي أهالي قرية معزور بكفر الشيخ من تلوث مياه الشرب وانقطاع عنهم لفترات طويلة، مؤكدين أن المياه لا تصل إليهم سوى مرة واحدة فقط كل شهر، ما يضطرهم إلى استخدام مياه الترع، الأمر الذي تسبب لهم ولأطفالهم في الإصابة بالأمراض. وعايزين المسفر ماشيين باللبخ ما بنعرفش، بنبقى عيانين ومش عارفين نطلع نكشف، وماية البحر وماية المرشح مش عايزين أكتر من كده، متبهدلين آخر بهدلة والله. المية الشرب بتاعه عندنا ما بتجيش كل شهر، تيجي ساعة ولا تيجي ما بتجيش خالص، والمية كلها فيها أمراض، والبحر نفسه ما فيهوش مية، والأراضي بتاع البيزبة كلها بايرة وما فيش زراعة ولا فيه أي حاجة. دي التلة الواحد من ده بجنيه وما فيش من الفنطاز وما فيش مية خالص، مش لاقين أي حاجة. الفنطاز بجنيه ده مش لاقين مية، والناس حتى العيال شوفوا حتى العيال ولا تلة الواحد بجنيه من ده هيعملوا ايه يعني؟ العيال دي هيموتوا. يعاني أهالي قرية غمازة بمركز الصف جنوبي الجيزة من رشح المياه الجوفية، وذلك نتيجة للفساد الذي رافق عملية تحويل الترع إلى صرف مغطى على حد وصفهم. ويقول أهالي القرية إنهم أنقذوا أكثر من طفل من الغرق في تلك المياه التي تسببت كذلك في إصابة العديد منهم بالأمراض. انت شايف اهوت، والعيال قصادك اهيت، والميه داخله علينا والرشح لحد البيبان، ومعايا طفل صغير كل يوم صباح اجيبه من الميه 4 مرات، لو غمضت عيني ابص الافطس في الميه، وانت شايفينه اساسا اللي هو المسؤول اللي احنا اساسا منتخبينه بنسترجع ان هو يعمل لنا حاجه. الهيش محوطنا من كل ناحيه، والناموس والله العظيم العيال ما بيعرفوا منه يناموا منه بالليل اساسا. عيل مولود على الناموس واكل الماده اساسا، مية الترع كمون بفوق، أرض جاية من ناحية ترشيح صرف صحي، مية مجاري، تعب الأطفال دول كله وتعب. وهنا بالنسبة للجماعة اللي ساكنين جواها هنا بيمشوا على طول بيحطوا بلوك، ورحنا والموضوع وصل للزراعة، والزراعة بيجوا هنا ما بيسألوش في أي حاجة، لدرجة عملت هيش هنا لمت الوقت في الهيش ده، في حاجات وحشة كتير، في غابات وفي تعابين وهنا الحاجات اللي وحشة. قعدنا نقول يا سيس يا سيس يا سيس، مفيش، وتيجي أنت شايفها ميه على الجنبين ولا عارفين نقعد، وساكنين بالاجره والبيت مده، والواحد مع الواحد مع 4 عيال، يعلم ربنا اللي يعلم بظروفنا. الناس دي كلها ظروفها تعبانه مفيش، وعندنا اطفال كل شويه تطلع، كل الاطفال كل شويه تطلع بره، ممكن عيله تغرق، اطفال اصغر من دول كده زي دول كده. وكل ما نقدم شكاوى قدمنا بدل المره اكتر من 50 مرة ل 1000 مرة، زي ما انت تديها برضه، وقدمنا شكاوى وقدمنا، ما فيش اي حد بيسال فينا.